نقل الموسيقار حلمي بكري إلى المستشفى أثر تعرضه لأزمة صحية. تعرض الموسيقار الكبير حلمي بكري لأزمة صحية مفاجئة اليوم الجمعة، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لعمل الفحوصات الخاصة على القلب. نشر عاطف إمام عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق صورة لحلمي بكر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلا: ربنا يشفيه ويعافيه الموسيقار الكبير حلمي بكر، وشكرا للدكتور محمد عساسة استشاري القلب والأوعية الدموية. ومن ناحية أخرى، أعلن المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين منح منصب نقيب الموسيقيين الشرفي للموسيقار حلمي بكر، وذلك في ديسمبر الماضي. ومنح مصطفى كامل درعا خاصا مدونا عليه لقب النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية، وجاء ذلك خلال إعادة افتتاح نقابة المهن الموسيقية بعد عملية التطوير والتجديد التي شهدتها. أعلن المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين منح منصب نقيب الموسيقيين الشرفي للموسيقار حلمي بكر. خالص أمنياتنا بالشفاء العاجل للموسيقار حلمي بكر. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس يصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسس الثقافة ومعلومة. تابعونا